عشان يبقى جنب البسين. البقية في حياتك. البقية في حماتك. شد حيلك. شد ديلك. انا زعلان. انا زعلان. بابا نام. بما انك صديق كركر مش ملاحظ ان تصرفاته غريبة شوية؟ غريبة ازاي؟ غريبة ازاي يعني؟ ما هو صوته عالي على طول وجريء قوي وردود افعاله مش طبيعية. رأي حضرتك انه قضى فترة طويلة قوي من عمره في سويسرا. وكل اللي في سويسرا كده. اه ده قال لي واحد في سويسرا اهو. صدق شوقتني اشوف سويسرا. شوقتني. ده انا لازم اروح سويسرا. انما انتوا ما عملتوش نعي ليه؟ عملنا. فين؟ في الاهرام السويسري. هند يا هند 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 تعال اكسلنس اجي قهوة. تفضل اكسلنس. تفضل تفضل تفضل. ايش حساب؟ حساب هات حساب. مفيش حساب. انت خدت حساب؟ انا ما خدتش حساب. مفيش حساب. لا حساب اكسلنس غلط كده. ايش رايك مفيش حساب؟ ياخد حساب. ما بديش حساب. شوف حساب اشرب قهوة. خلاص الراجل شرب خلاص. معلش يا جماعه اعذرونا. موت والده مأثر على نفسيته. تعال تعال عاوز انا نفسي افهم بتدور على ايه جوه. طب تعال تعال تعال. ايه في حياتك يا كركر؟ عم الحلاق غير علينا. كان غير علينا كمان. الحاج حناوي كان غالي عليا انا كمان. انا كمان. انا كمان كان غالي عليا انا كمان. ايه ده؟ انا انا غالي عليا انا كمان. كان غالي عليا انا كمان. كان غالي عليا. اطلع. يلا برا كله. كله برا كلاس. برا. برا. دي بقى سويسرا. الله ده انتوا كده جيتوا على حجري. سوزوكي ياماها هوندا. ايه العز ده كله؟ بلاش نقي من اولها وارمي اللي بان او بلعيها. في ياباني عنده بلغم كده. سوزوكي يا ياماها توك توك بابا بيبي. ايه ده؟ عايزه حاجه؟ عايزه تروح الحمام بسرعه. اه بابا بيبي بابا بيبي بابا بيبي بابا بيبي تعال. ايوه ايوه حاضر حاضر حاضر. ايوه يا كركر كركر. سوزوكي اسمه كركر. سوزوكي انت الاخرى. كركر ايوه ايوه حاضر حاضر حاضر. افتح الباب. ايوه حاضر حاضر حاضر. ايوه حاضر حاضر حاضر. ايوه حاضر حاضر حاضر. ايوه حاضر حاضر. يا كركر كركر كركر. حاضر حاضر حاضر. كركر ابن اخويا حبيبي. ايه يا ابني نايم على ودانك ساعة لما تفتح. ازيك؟ انا كويس الحمد لله. اتفضلي يا وشير. وشين دي وشين بنت عمك. وساسك يا اخويا واستيو. ده كلامك؟ اصلا عايشه في اليابان العربي بتاعها مكسر. ده كلامك؟
انت هتخرم عيني. ايوه كلامي. ايوه ده كلامك. بيضحك على ايه الاهبل ده؟ اطلع طلع الشنط ووريها الاوضه اللي هتنام فيها. يلا بسرعه. ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ هيوريها الاوضه اللي هتنام فيها. الله ما نام معاها. انت هوريها الاوضه. اوكي اوكي اكسلانس. اتفضلي اكسلانس اتفضلي. سوزوكي؟ اي نعم. طب ما انا معاكي. انا معاكي. استنى 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 يا واحد. ايه ولد؟ انا عمك. انا معاكي. انا معاها ازاي؟ قول يا بنت. احنا لسه بالنهار. انا معاها. احنا لسه بالنهار. انا معاها بالنهار وانت معاها بالليل. ما ينفعش ما ينفعش. هي دي التخاريف بتاعتكم في سويسرا؟ يا ابني افهم، احنا شرقيين لازم تتجوزها وبعدين اللي يحصل اللي يحصل. انا معاها واتجوزها بعد يحصل اللي يحصل. ما ينفعش. اتعالي انت فوق. سا 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 انا خير. سا 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 يا عم انا معاها. سا 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 استنى بقى. سا 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 ساست ايه؟ والله سا 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 انا معاكي. انا معاها. انا معاها. سا 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 انا معاها. لا لازم تتجوزها الاول. انا معاها واتجوزها. يا سيدي انت بتكلم بجد؟ ايوه. معقول يا كركر؟ ايوه كركر. معقول؟ ايوه كركر. اتجوز. طب انا هجيب المحامي المعزول واتنين شهود صحابي. وانا مع شهود. انا مع شهود. يا مع شهود ازاي؟ انا معاها واتجوزها واتجوز الشهود. انا معاها واتجوزها واتجوز الشهود. صح يا مصر؟ صح يا مصر؟ الو الولد ده وشني مش قادر يستنى لبكره، عاوز اتجوز البنت. بنتي ايوه ما هي جت من اليابان. طيب انا هاجي لحضرتك الفيلم، انا يهمني الموضوع يخلص بسرعه. بكره اكون عندك في ايدي المأذون. وبكره ليه؟ ما خير البر عاجله. الف مبروك اكسلانس. احبك. اوكي اكسلانس. اتفضل يا استاذ. الورق تمام التمام، بطاقه 100 100، شهاده ميلاد 100 100، دافع فيها دم قلبي. بتقول ايه حضرتك؟ دافع فيها دم قلبك؟ لا اقصد يعني ان انا محتفظ بيها بقالي 20 سنه. انت بتكلمني انا؟ لا يا حبيبي لا. حضرتك العروسه؟ مش ليس يبدو عليا ولا ايه؟ تقصد تقول لك مش باين عليا ولا ايه؟ اصل هي اتكلمت عربي قريب قوي. انت بتكلمني انا؟ لا يا حبيبي. انت العريس؟ ايوه انا عتريس. هو هو. اتفضل يا استاذ. سوزوكي بابي ليه؟ دموعك كان بكتاب يا بنتي. هات ايدك يا عريس. مين وكيلك يا عروسه؟ انا وكيلة ذاتي. تقول ان هي وكيلة نفسها يعني. هات ايدك يا عريس، هات ايدك. اللي فيها البغلة ده ولا ده؟ سيدي سيدي هات ايدك. الله احبك. ايه وايه وايه وايه؟ استنى انت وهو عندك، مفيش جواز. وانت مين حضرتك يا هان؟ انا زهيرة اخت الحناوي، ومفيش جواز بقى غير لما كركر يشوف بنتي. مش يمكن يختار هي ويتجوزها؟ مش هو دي الوصية يا استاذ يا محامي؟ ايوه. ويا فين بنتك يا ست زهير؟ عايز اشوف بنتي من عينيا يا قلبي. يا رضا خش يا امك، خش يا قلب امك وريهم سن البلد يا اختي بيقول ايه وايه وايه وايه. الله 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 الله.
سو سعيدة. سلامتك من آه يا عناية. أصلاً اتخبطي في الدركسيون. ما هذا الشر عليك يا رحمام؟ اتخبطي في العسوس. سلامة عسوسك يا قلبي. العسوس طيف اللي طيف اللي خالص. سلامتك يا روحي سلامتك. وسين يا مامي؟ هذه يا روحي. الله هذا حب الأم لبنتها الحنونة لما بتكون زي ونونة. شايف؟ ايوه هو اني واحد فيهم. واو هو ده. هاي انت تعال انا عايزك. انت كركر. الله طب ما انا معاها. انا معاها. لا ده الحكاية اتلخبطت خالص. لما تبقوا تتفقوا على عروسة ابقوا كلموني. اي نعم اكسلانسايا. عاصم بيبلغك ان الاكسلانسايا هتبات معاكي كاكسلانسات مع بعض لحد ما نلاقي لها اوضه. اتفضلي اكسلانسايا رضا. ايه ده؟ واو هتموت مني موت. واو 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 واو. قلتك مش بطالة. قوليلي انت بقى انت اليابانية اللي بيقولوا عليها؟ وانت يا اختي المصرية اللي بيقولوا عليها مش لاقيين لها اوضة؟ طبعا يا حبيبتي انا بنت النيل. ايه ده انت هتعملي ايه؟ غير هدوم. واو بكسف اول ما في بنات بتغير قدامي. ليه يا اختي عمرك ما غيرت قدام بنات ولا ايه؟ قدام رجاله. اصلي بموت في رجاله. بعشق رجاله. بطير بطير لما بشوف الرجاله. بمرن ممكن اخيري كده بالتراب. خلاص يا اختي بخروم عينك لما اغير. اخروم عيني؟ ايه قلة الادب دي؟ اسمها غمضي يعني. اخرومي. ايوه غمضي. ايه بنت ده؟ يا بنت كلها قافله. هاتي بوسه بقى. هاتي بوسه. بنت انا هدخل اغير في الحمام. انا مش مرتاحه لك. اموت في البنات الخشنه. اموت فيها. اقطع دراعي. ده كانت يابانيه. يابانيه جاتك نيلة عليك وعلى اليابان اللي انت فيها. جات كلنا شبه بعض كلكم. واحدة منكم لو دخلت مع جوزها السوق جوزها يخرج بواحدة تانية ولا فرقة ولا ياخد باله. مين احبك؟ ايوه انا عارف احبك. او انا احبك. كركر بقى شادي. احبك. بليز بليز سؤال واحد بس مهم نفسي اساله لك. الحناوي باشا الله يرحمه جابني هنا وما قبضنيش ومات. مين هيقبضني في الفيلا دي؟ يا ايه ده؟ ايه ده؟ لا هو جابني هنا عشان كده ولا ايه؟ لو على كده مش عايز اقبض خالص. انا كفايه عليا اكل. لحظه. ايه ده؟